على ما يبدو أن المشهد الأسطوري في قمة المناخ كان فوق مستوى أعصاب ديكتاتور الحبشة أبو أحمد. وبعد أقل من شهر على زيارته لشرم الشيخ طالباً الصفح والسماح، تعلن أديس أبابا إنها تخطط للملء الرابع، ويشن أبناء العرقية الأمهرية في الحزب الإثيوبي الحاكم هجوم حاد على مصر، مؤكدين أن مصر هي العدو الأول لإثيوبيا. وتدخل قناة مكملين والطابور الخامس على الخط بالقول إن مصر فشلت في إصدار موقف موحد في قمة المناخ حول سد النهضة لإثيوبيا. وإذا كانت أمريكا اليوم تعترف بالدور المصري، والرئيس التركي يهرول إلى الدوحة للحاق بموعد سعى إليه طويلاً لمقابلة الرئيس المصري، ومساعد الرئيس الإيراني كان يزور القاهرة منذ أشهر قليلة، فمن الذي يقف خلف السد الإثيوبي الآن ويدعم أديس أبابا في تهورها المقبل؟ كل ده وأكتر اللي حنعرفه في حلقة النهار. الخبر الأول اللي معانا النهاردة ليس من عالم السياسة أو حتى الاقتصاد، ولكن من عالم الجيولوجيا، حيث يستقر هذا السد المزعوم. الخبر الجديد أن إثيوبيا أصبحت الأولى عالمياً في ترسيب الطمي، مما يعجل بالعمر الافتراضي لسد النهضة. هذا ما نشره العالم المصري عباس شراقي، إن الهضبة الإثيوبية بتتكون من جبال بركانية تكونت في العصور الجيولوجية القديمة نتيجة وجود الأخدود الإفريقي العظيم اللي بيقسم إثيوبيا لنصفين. جميع الأنهار التي تنبع من إثيوبيا بتتميز بكمية طمي هائلة تصل في حوض النيل الأزرق، ولهذا سمي بالأزرق بسبب تراكم الطمي. وعند انتهاء اكتمال سد النهضة فإن تراكم الطمي سوف يؤدي إلى توقف توربيناته وعدم القدرة على توليد الكهرباء بعد 17 سنة من بداية عمله، قبل أن يتوقف السد بشكل كامل عن أداء كافة مهامه بعد 70 عام من بداية عمله. وده مش كلامي، ده الرقم المعلن من الحكومة الإثيوبية، إن العمر الافتراضي للسد هو 70 سنة بس. أفكرك إن العمر الافتراضي للسد العالي قدر ب 500 عام، وبعد مرور أكتر من 51 سنة على إنشائه ازداد عمر السد الافتراضي إلى 550 سنة نتيجة ترسيب معظم الطمي في السدود السودانية ومفيض توشكا، وليس خلف السد كما هو الحال في السد الإثيوبي. الصور الفضائية بتظهر أن تراكم الطمي بدأ يعمل مشاكل من دلوقتي، وإن الموضوع مش هياخد 17 سنة ولا حتى 10 سنين، وإن الطمي بدأ يعوق أعمال الملء والحفر والبناء. المعطيات من أديس أبابا بتشير إلى أن التوربينات توقفت عن العمل، ما فيش شبكة كهرباء أصلاً في عموم الحبشة تقدر تستقبل كهرباء من السد علشان توزع الكهرباء على الأقاليم الإثيوبية. أغلب منشآت السد الإثيوبي الآن غارقة تحت مياه النيل الأزرق. الشقوق ظهرت في جسم السد من حوالي سنة وأصبح قايل للسقوط، مهدداً شمال إثيوبيا قبل مصر والسودان بفيضان مدمر. الملء الأول فشل، ولما حاولوا تاني في الملء الأول أطلقوا عليه الملء الثاني، ولما الاتنين فشلوا أعلنوا بدء الملء الثالث، ولا المحاولات الثلاثة ما جابتش الرقم المطلوب. سكتوا الصيف اللي فات، وحتى مصر فهمت أنه الموضوع مش مستدعي ولا يستحق التصعيد في مجلس الأمن وحرق هذا الكرت. قناة مكملين بسكريبتات التنظيم الدولي للإخوان قالوا لك مجلس الأمن رفض الطلب المصري، أو الطلب المصري فشل في مجلس الأمن الدولي، وكل ده غير صحيح. مفيش حاجة اتقدمت أصلاً لمجلس الأمن الصيف اللي فات علشان تفشل أو تترفض. أمال الحكومة الإثيوبية خاصة الجناح الأمهري في الحكومة معلي صوته ليه الفترة دي؟ فتش عن الداخل الإثيوبي. الحرب الأهلية اللي أبو أحمد كان بيوظفها لإلهاء الشعب الإثيوبي قد انتهت بقرار دولي زي ما بدأت بقرار دولي، والهدف لم يكن استهداف إثيوبي ولكن صراع مصالح بين أمريكا والصين وروسيا على أرض إثيوبيا والقرن الإفريقي. ومع انتهاء الحرب أبي أحمد ما عادش عنده حجة أمام شعبه لقراراته الدكتاتورية، ولا عدم قدرة سد النهضة على تنفيذ الملء الأول وما يسمى بالملء الثاني والثالث. والشعب الإثيوبي بيتساءل أين الكهرباء؟ أين شلالات الدولارات اللي الحكومة الإثيوبية وعدت بيها الشعب من سد النهضة اللي هيصدر الكهرباء لشرق إفريقيا كلها، وتبقى أديس أبابا هي منارة القارة زي ما طبل الإعلام الإثيوبي لأبي أحمد بقاله 20 سنة.
النهضة اللي السد على اسمها والرخاء والتنمية كلها طلعت أوهام، وعد بها النظام الإثيوبي شعبه على مدار 3 حكام أخرهم أبي أحمد، وزي ما عمل اللي قبله واللي قبل اللي قبله، أول ما تتزنق في سؤال الشعبية يبقى حرض على مصر وسخن الرأي العام الإثيوبي على مصر. من هنا جه فيه الملء الرابع اللي المفروض يطلق عليه الملء المتمم للملء الأول، الذي لا يضحك أحدا سواء في الداخل الإثيوبي أو خارجها. ورجعنا تاني لإسطوانة مصر العدو الحقيقي لإثيوبيا، بل بعض الصحف الإثيوبية اللي المفروض إنها صحف جادة وليست صحافة كوميدية بتقولك إن المعركة الحقيقية سوف تكون في القاهرة وليس في تجري. طبعا الموضوع لا يخلو من وجود أطراف في الدول العميقة في الغرب اللي بتحاول تسخن في الفيلم الهابط ده من جديد، على أمل إحراج الحكومة المصرية أمام شعبها، أو إن الإدارة المصرية تتهور بالرد العسكري علشان ياخدوا على مصر اللقطة لنفسهم فيها، ألا وهي قصف مشروع يتظاهر بأنه مشروع تنموي، إنما لا هو تنموي ولا هو مشروع أصلا، ده مجرد حائط خرساني في مجرى النيل الأزرق في هضبة الحبشة عمال يأكل في نفسه. وفقا لكل الحقائق الجيولوجية والجغرافية والعلمية وأبسط قواعد البناء والكهرباء، لأنه مهما اتصلحت علاقات مصر بالعالم فالعالم لن يتوقف عن التآمر على مصر، وده لعبة مصالح مش مسألة إلهاء مصر وبس. مش مسموح لك إنك تكبر أكتر من كده، حتى لو ضحكوا في وشك وجريوا يسلموا عليك أمام الكاميرات، زي ما في صراع بين بريطانيا وأمريكا جوا المعسكر الأنجلوساكسون، وبين أوروبا وأمريكا جوا المعسكر الغربي، بل وجوا المعسكرات الغربية نفسها بين القوميين والنيوليبراليين، زي ما هو حاصل في أمريكا بين الحزب الجمهوري والديمقراطي. وبالتالي فكرة انتهاء الصراعات الدولية وانتهاء مؤامرة استهداف مصر مهما تحسنت العلاقات الدبلوماسية ده كلام هواة، ظن فارغ لا ينتمي لعالم السياسة، خصوصا ان سنوات دونالد ترامب في امريكا وبوريس جونسون في بريطانيا اثبتت ان الدول دي عندها دول عميقة موازية متمردة شغالة ضد السلطة المنتخبة طالما غير منسجمة مع اجندات المؤسسات دي، وانه في شبكة مصالح اكبر من الحكومات هي اللي بتتحكم في الغرب بالمؤسسات العميقة دي، وبالتالي المؤامرة على مصر مستمر. تسخين الجبهة الداخلية في مصر هيرجع تاني، هم أخدوا هدنة شهر واحد بس بعد هزيمة 11-11. لا تزال إثيوبيا تصدح بخطاب مؤامرة سد الضحك الإثيوبي، فلا جديد، وتظل كلمة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي هي الأساس في هذا الملف. لا يليق بنا أن نقلق، لا يليق بنا أن نقلق، فلا يوجد ما يستحق القلق، وتحيا مصر، حافظ الله مصر وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.